طبعا. ايه رايك في مارسيل كولر الفتره اللي فاتت دي كلها؟ تقييمك لمارسيل كولر كمدرب؟ انا بسالك كمجمل اعمال عشان الناس زي ما انت قلت لسه الجمهور عاطفي، يكسب ماتش هو اعظم مدرب واحسن من جوزيه، يخسر ماتش فين بيتسو موسيماني وكده يعني. صح صح. انت بقى تقييمك الفني لمارسيل كولر؟ انا بحبه، شايف ان هو، انا دايما اول حاجه عندي تقييم المدير الفني شخصيته. دي اول حاجه. شخصيه كولر او ما بي يعني ما بيفرقش مع حد، بيبقى ساعات عنيف مع اللعيبه وده مطلوب، وساعات تطبطب على اللعيبه او تبقى يعني تعمل لهم سبورت، ده مطلوب برضو. بقول لك كده بناء على اللي شفته مع مانويل جوزيه، وده رايي، كان هو راجل حكيم يعني. فهو اللي انا عارفه من داخل الكواليس، انا عمري ما اتكلمت معاه، بس ان هو لا يعني ما بيفوتش، ما بيحصل اي مشكله للعيب او اي اخفاق من اللعيب بيواجهه، ودي حاجه مهمه جدا. يمكن علشان النادي الاهلي مظلوم ونادي الزمالك برضو في التوقيتات بتاعت البطولات يا كريم، كل 3 ايام ماتش، فهو بيعمل روتيشن كتير، الروتيشن في الكوره غلط، بس هو يعني ما اقدرش الومه غير في حاجه واحده بس، في المهاجمين. هو اشتكى وهو عاوز مهاجمين، بس بيغير الثلاثه اللي قدام كتير. فمره تلاقي كهربا، مره تلاقي شادي حسين، مره تلاقي شريف طاهر، محمد طاهر، بيرسي تاو يعني كله لعب. صح. فهي دي بس الكونسيرن اللي عندي، لكن ما تيجي تحكم عليه وفقا للظروف، انا بحبه، شايفه مدرب كويس، مدرب كويس وفقا للظروف، وما تتوفر له امكانيات اعلى. ان الحاجات اللي انت عندك الاجانب، ودي دايما بقولها، اي اجنبي لازم يكون اضافه، سواء في الاهلي في الزمالك في اي حد، فما ينفعش اجيب اجنبي واقعد احتقطي. مستحيل، ما ينفعش اجيب اجنبي وما يكونش اضافه ليا. يعني لازم الاجنبي ده يبقى هو ده اللي شايل العشرة، ان انت بتدفع له فلوس كتير جدا وهو اجنبي، فانت جايب واحد مش مصري عليه مواصفات معينه، فهو بقى لازم فارق عن اي حد. صح. زي ما شفنا في لافيو، زي ما شفنا امثله كتير. صح. فبتهيألي ما هو يجي له اجانب يقدروا يشيلوا الفرقه بشكل قوي، خصوصا المهاجمين، هيفرق جدا.